انا نخرجوا ديما لولاد فرنسا، واش ولاد فرنسا هم هنا ولاد فرنسا؟ كي قلت نخرجوا لهم نخرجوا لهم ربي ان شاء الله نخرجوا لكم ولاد فرنسا. اليوم انا جيتكم يا اخي، قلت لكم انا عقابكم يا والله ماني طالبكم. نواش راكم وراكم، هاني وراكم، هاني عقابكم، والله هاني عقابكم. اليوم راح نحكيو بربي ان شاء الله حكايه على الحراك، الحراك الشعبيه لا في الديبي تاعكم، في البدايه الحراك تاعكم في السمانه الاولى، السمانه الاولى واش كنتو دومونديو؟ لا للعهده الخامسه، لا للعهده الخامسه، وحطوا لنا واحد يهضر برك خيرك الحراك، هذا هو المبدا نتاعكم، حطوا لنا واحد يهضر، لاش تسراق هكا كنتو تقولوا، المهم يكون واحد يهضر برك. هضروها سياسيين، ثقافيين، مثقفين، اقتصاديين، اطارات ساميين في الدوله، ها هضرتوها الكل، هضرتوها هذه، حتى من الشعب هضرها، وهذا هو الشرط، لا للعهده الخامسه. سما درتوا لنا التبهديله، حبي يقول لي سما الرئيس ما كانش، كاين واخر خوه او يمشي من وراء السيطار، ديروا لنا رئيس وخلاص اخويا، نحيوا علينا هذا نحاو، ومن بعد تنحى، هاي تنحى بوتفليقه. الليله هذيك درتوا عرس، انجاز كبير. ومن بعد جماعه يروحوا علينا السراقين هذو الكل، خرجوا لكم عقابكم، نحاول لكم زوز مصحاب الرجال الاعمال اللي كلاو البلاد، هزوهم لاحوهم لك في الحبس. مي شوفير لازم يتنحيوا لنا السعيد بوتفريقه، كي تدخلوا لنا السعيد بوتفريقه صاي خلاص، هاكا هذا هو الشرط نتاعنا، كي تدخلوا لنا السعيد يسمى مادام هذو الجماعه راهم دخلوا الحبس السعيد او برا يسمىكم ما درتوا والو، هز لكم الجيش وش دار لكم، ما دخلكمش السعيد برك. يا اخي كاين حتى واحد سياسي وواحد مرشح رئاسي قال لنا يضحك باستهزاء، قال له دخلنا السعيد ودخلنا احنا كاع معاه، وش دار لكم؟ دخل السعيد، دخل توفيق، زاد دخل طرطاق، ما بعضهم انتوما شعب كامل، شام 48 ولايه، العالم كامل مكذب بلي راه يدخلوا الناس هذو. شكون اللي قال السعيد بوتفليقه يخش للحبس؟ شكون اللي قال توفيق اسطوره؟ راهو اسطوره 20 سنه اسطوره يدخل للحبس. يزيدوا ونزيد معاه كمل معاهم طرطاي دخلوا من الحبس للتريبينال ميليتير. كي دخلوا من الحبس التريبينال ميليتير واش قلتوا؟ هو هذا فيلم فيلم واش حقه؟ يروحوا كاع، كيفاش يروحوا كاع هذه؟ فهمني فيها تعي، يروحوا كاع هذه كيفاه؟ دروك يسمى كيزال اللي يدخلهم بعد حتى هو يزيد يروح يخليها لكم، لمن يخليها؟ الزيطوط ولا الطابو؟ لمن يخليها؟ يفهمونا برك، يفهمونا واش بغيتوا بعد؟ واش زاد خرج لكم الجيش واش قال لكم؟ خرج لكم بيان، قال لكم ديروا لجنه مستقله، ديروا لجنه مستقله وخيروا انتوما العباد نتاعكم وقدموا. كاينه دوله وكاينه حكومه تتقلب في 24 ساعه تتنحى وتجيب الدوله يمشي على حسب الدستور. انتوما بعد انتوما كاين سياسيين بعد نعرفهم انايا رؤساء احزاب قال لك حنا نمشيو على الدستور اللي داروه لا مافيا هذه نحاربوهم بالدستور تاعهم بعد. يا اخي انتوما قلتوها سمعتها بوذنية سبحان الله وانا شاهد على الكلمه هذه سمعتها بوذنية قال لك نحاربوهم بالدستور اللي داروه هما اللي داروا الدستور هذا وحنا نحاربوا به. اما انا كي عادت القياده واعيه كي عادت القايد قياده الاركان واعيه ماشيه بالدستور قاعده تمشي حسب الدستور باش ما تطيحش في الفخ. قلت له يسمى قاعده تحمي في العصابه درك هنا نرجعوا للعصابه هذه اللي تحمي في العصابه. حنا واش رانا نشوفوا؟ رانا نشوف انايا كيما بور موا انا راني واش نشوف العصابه كل راهي في الحبس ومازالت هي قاعده تلحق هي جايه حبه حبه. وين هي العصابه هذه درك؟ شكون هذه العصابه؟ دروك حبيت نفهم انا من عندكم انتم شكون هذه العصابه؟ زادوا تهضروا على بدوي راهو موظف. راني قلت لكم كاينه دوله وكاينه حكومه في 24 ساعه تتبدل و100 دوله ما تتبدلش كاين دستور يمشيو عليه. سي بور سا راكم قاعدين تكسروا انتم في النهار تاع الانتخابات. لو كان نكسروا حنا النهار تاع الانتخابات واش يصرى؟ واش راح يصرى؟ والله قسما بالله العظيم نولي كيليبيا. ولوبيت نتاعكم انتوما ما كاين والو زدت نقول لكم حاجه لوبيت نتاعكم المناصب ما بكم تقولوا لي ما تقولوا حد تقولوا الديمقراطيه ما تقولوا جزائر مستقله ما تقولوا جزائر الجديده لوبيت نتاعكم انتوما ما طار لكمش المناصب وان الدستور هذا حسب ما راهو قاعد يمشي عليه
قياده الاركان ما تساعدكمش، ما تساعدكمش صح. وين كنتم؟ نرجعوا شويه للورا، قاعدين تقولوا انتم وين كان هذا الجيش هذا من قبل؟ يا اخي انتم حبيتوها حكم مدني، نحيتوا صلاحيه كامله وتحالفتوا وصفقتوا للدستور كي قاعدين يقلبوا فيه كالخيشه، ولا راني غلط فيها؟ يتحالفتوا انتم تحالفتوا عليها، وانتم صفقتوا للدستور هذا كي قاعدين يبدلوا فيه، ها؟ وخليتوها حكم مدني، حبيتوها حكم مدني، ها حكم مدني. ولا كيزيد يدخل برك الجيش تعودوا واش تقولوا؟ دار الانقلاب. وراح يقولوا هكا حتوصلوها له هكا بعد، بصح الجيش بقياته راه معين، قال لكم جماعه حبسوا علينا الفيلمات نتاعكم هذو، وانا نمشي واش يقول الدستور، باش ما تقولوش راهو دار الانقلاب العسكري، لا، انتم تقولوا راهو قاعد يحمي بالعصابه، والعصابه راكم تشوفوا فيها كلهم في الحبس، والعصابه راكم تشوفوا فيها قاعدين يمرمدوا فيهم خلهم قاعدين يكونفوكيو فيهم. فهموني فيها، وانتم وين كنتوا؟ نهار واحد كيما راكم تقولوا احنا الجيش وين كان؟ وانتم ثاني وين كنتوا؟ النهار اللي جابوا الطاقة الشمسية، المشروع تاع الألماني اللي جا الطاقة الشمسية، جابوا للصحراء أضخم 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 مشروع في العالم وأنجح مشروع في العالم، كنا أقسم بالله العظيم الأخر فينا لهنا يولي بورجوا في الجزائر، على بالك دقيقة واحدة يخرج قداه الوالد الطاقة الشمسية يصير بها لوروب كامل يصير بها لهم. يا انتم وين كنتوا نهار اللي حاوزوا هذا المشروع هذا؟ واش بدلوه؟ بدلوه بالغاز الصخري. ثلاث شهور وخاوتنا في الصحراء يتضربوا بالكريموجان وبالعصي. ثلاث شهور مدنيين نساء ورجال خرجوا بهم بنساهم بولادهم برجالتهم. ثلاث شهور انتم وين كنتوا؟ يا اصحاب السياسيين يا اللي عندكم في البلاد والعباد. هو كنت ولا رجعت في هالمناصب تقلب الماء سمع الماء ياكم ولا تحركاكم قاعدين سبحان الله العظيم فرنسا قالوا احنا نضربوا في الكلب والجران تحي معوكم هي فرنسا قطعوا هذوما الناس هذوما قاعدين قطعوا كوبيو الخيوط كامل تاع فرنسا انتم ما ضركم الحال عليهم نقطه ورجع للسطر وفيما يخص الجزء الثاني اللي هضرنا عليه تاع الحراك المتقاعدين الجيش الوطني الشعبي بجميع الشرائح ان نكملوه بربي ان شاء الله مانيش ساكت عليه على خاطر راح نكشف الخونه وراح نكشف ولاد الحركه راح نكشف العصابه اللي دات لنا صورنا واللي قمعتنا واللي ضربتنا واللي هي اللي سرقتنا وهي اللي زاد خرجتنا للميدان وعلى واش خرجتنا وكاين حوايج بزاف زاد نقول لكم بصح يجي وقتهم بربي ان شاء الله انا خرجت هذه شغل حاله طوارئ برك الرد الرد على الابواق وعلى الناس اللي راهي تجمع الجيش الوطني الشعبي قرص الجيش الوطني الشعبي لو كان مش قرص قرص الجيش الوطني الشعبي والله ما راكم في الشارع راكم تدوروا وتحوسوا على الديمقراطيه اذا كان تعرفوا الديمقراطيه زي ما هم دايره السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.